طب نسمع من سيادة النائب محمد فرج عامر الرئيس لجنة الشباب والرياضة، أولا اللي هو يعني كان بيدافع عن هذا القانون، وكان يعني عملت مجهود كبير جدا سيادة النائب علشان هذا القانون يتم إقراره. أنا بحييك، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة لميس، أنا أهلا طبعا بك. سعيد جدا بحضرتك وسعيد جدا بكابتن حسن المستكاوي. طبعا ضيف أهلا بيك. حضرتك. ازيك؟ العفو العفو. أول حاجة أنا بس عايز أقول لحضرتك إن النهاردة المجلس وافق على القانون بالإجماع، كل اللي كانوا موجودين في القاعة. رئيس المجلس سأل سؤال مباشر، مين مش موافق على القانون يتفضل بالوقوف؟ ما وقفش ولا واحد ولا واحد ولا نائب. قال مين موافق على القانون؟ وقف جميع الساده النواب بالكامل، وتصفيق كبير قوي للقانون. ده شيء اللي انا عظيم. عايز اقوله لحضرتك، طبعا اي قانون في الدنيا فيه ايجابيات وفيه سلبيات، بس انا نفسي اللي بيقول القانون يرجعنا 30 سنه مستند الى ايه؟ لعلم حضرتك بقى، الدكتور حسن مصطفى كلمني دلوقتي وقال لي رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه ارسل برقيه تهنئة لسيادة الرئيس، وأرسل برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب. القانون ده اشتغل فيه عدد ضخم جدا، والدكتور وحسن بالمستكاوي برضه من الناس اللي احنا استمعنا لها في أكتر من مرة، كل الناس أبدوا ملاحظاتهم، والقانون فتح يعني إيه الإتاحة للناس كلها، وفعل دور الجمعيات العمومية، وفعل دور الجمعية اللجنة الأولمبية المصرية، وهيوجد استثمار رياضي ضخم جدا 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 في مصر، وقنن اوضاع الانديه اللي هي الرياضيه الخاصه اللي مش عارفه تقنن اوضاعها، ووضعها انها تبقى شركات مساهمه وده تدفع ضرائب، ورجع الحافز الرياضي، وعمل باب كامل لعقوبات شغب الملاعب، وعمل باب كامل للمنشطات، وحضرتك ومنح الانديه اعفاءات لتشجيع الابطال وتشجيع الرياضيين. يعني القانون غطى جوانب ضخمه جدا وجوانب كبيره، وعايز اقول لحضرتك اشترك فيه 1439 خبير استمعت الى ارائهم بالحضور، ده غير الافات الخطابات والاقتراحات والمراسلات. وبعدين فصل بقى لغى حكايه المجلس الاعلى للرياضه، ده القانون ده فيه ميزه يا لميس هانم، عايز اقولها لحضرتك، اتمنى ان تطبق في قوانين ثانيه. القانون ده شال ايد الحكومه عن الرياضه بضوابط بسيطه جدا، اللي بيعوقنا في حاجات كتيره جدا ان تجد تمسك الحكومه يعني يحصل قانون. يعني كده الوزير ما يقدرش يعين رؤساء مجالس اداره زي لا 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 ما يقدرش ما يقدرش، لكن من حق. وبعدين حاجات تانية، التحكيم الرياضي حلينا مشكله المحاكم الاداريه، لان خلاص بقت منازعات فنيه، مفيش بقى كده في محكمه رياضيه، في مجلس التوفيق والتحكيم الرياضي الخطوة الأولى، وبعد ذلك المحكمة الرياضية الدولية، وده مستشار واثنين عضوين من اللجنة. فما فيش بقى نيابة وقضاء عادي، ما فيش الكلام ده خالص، لكن الوزير مش من حقه يحل النادي إلا في الفساد المالي، لكن جميع أجهزة الرقابة المالية موجودة على الأندية، وده بيتوافق مع المعايير الدولية. الحقيقة حضرتك احنا جبنا خبراء من اللجنة الأولمبية الدولية، وجبنا خبراء من اللجنة الأولمبية المصرية، وانا بحيي طبعا في المره دي اللي خلى القانون ده يطلع ايه؟ زي ما حسن بيه المستكاوي قال، ده قاله 41 او 43 سنه ما بيطلعش، وما كانش عمره هيطلع. ليه بقى؟ ليه ايه المشكله الاساسيه؟ هقول الاساسيه ان الوزير مش عايز يتخلى عن سلطاته، زي ما سيادتك سمعتي الصراع في قانون الاستثمار. الوزير في مصر بيبقى عايز يمسك السلطه بايديه زي اللي ماسك جمره من النار. فبالتالي ما يطلعش القانون، مش عايز يتنازل عن سلطاته. الوزير خالد عبد العزيز يحسب له انه تنازل عن الكثير من اختصاصاته. الحاجة التانية ان القانون ده مش اللي مقدم من الحكومة، ده القانون ده اللي صنعه اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. اكتر من 85% من بنوده تم تغييرها. بس هل ده معناه ان الوزاره كمان بتشيل ايدها من دعم مراكز لا الشباب لا. مراكز والانديه؟ مراكز الشباب ليها قانون تاني اسمه قانون الهيئات الشبابيه، انتهت منه لجنه الشباب والرياضه وجاهز للمناقشه. القانون ده طلع عشان اربع جهات توافقوا، ما حصلش في التاريخ مصر ان توافقوا الاربع جهات. الحركه الاولمبيه الدوليه ممثله في الدكتور حسن مصطفى، هو ممثل الحركه الاولمبيه الدوليه في مصر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد،
ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه واهم حاجه البرلمان، فالاربعه دول توافقوا. دايما في مصر ما بيحصلش توافق بين الاربعه دول، بدون التوافق الاربعه دول ما كان من الممكن ان يصدر قانون الشباب. سياده النائب، ده معناه ان كل اتحاد هيبقى له لائحه؟ حضرتك شوفي بقى، ده بقى معيار للشفافيه عالي جدا. اللجنه الاولمبيه المصريه هتضع اللوائح، هتضع لوائح استرشاديه للانديه ولوائح استرشاديه للاتحادات، وهتحط فيها النصاب القانوني الواجب انعقاده، وهيتم الدعوه الى جمعيات عموميه خاصه لمناقشه اللوائح ووضع لوائح الانديه والاتحادات في خلال ثلاث شهور من التصديق على القانون. طب لو اكتمل النصاب القانوني، لو اكتمل النصاب القانوني بتاع الجمعيه العموميه، من حقها ان تبدل وتغير وتعمل اللي هي عايزاه تعمله في اللائحه. يعني كل جمعيه عموميه هنا لها لائحتها الخاصه سياده النائب؟ انا قلت لسيادتك دي استرشاديه. طبعا المفروض ان كل نادي في مصر يكون له لائحته الخاصه. لا يعني لو جت جمعيه عموميه عايزه تنفذ بند مختلف، بند الثمان سنين مثلا، تحط بند الثمان سنين. اولا بند الثمان سنين خليني اقول لك ان ده بدعه مصريه اتعملت عشان عايزين يتخلصوا من ناس معينه من زمان، ايام عبد الاحد جه جمال الدين، كانوا عايزين يتخلصوا من رئيس اتحاد الكره الطايره. كان اسمه ايه؟ استاذ ناصف سليم. فكرنا هو الاستاذ حسن مصطفى. فشاتك دي حاجه تفصيل مصري. بصي العالم كله مع الاتاحه. طب اخر سؤال سياده النائب، كده الانتخابات بتاعه الانديه المعينه او مجالس الادارات المعينه امتى، والانتخابات بتاعه الجمعيات العموميه العاديه امتى؟ جميع الانتخابات في كل انديه مصر معينه هتتم في خلال 6 شهور من الان. خلال قد ايه يا فندم؟ 6 شهور. 6 شهور يعني اخر انتخابات في اي نادي معين هيكون 31 يناير 2018. واللي ناجح بجمعيه عموميه؟ اللي ناجح بجمعيه عموميه زي الزمالك او ما شابه، ده لما تنتهي مدته. لما حضرتك هتنتهي مدته، يعني هو هينتهي مدته في شهر 3، يبقى الانتخابات في شهر 3 بقى شهر 3. عوده الجمهور وشغب الملاعب يا سياده النائب. اتحطت ضوابط جامده جدا، واتحطت كل المشاكل اللي بيتسبب فيها الجمهور الخارج عن الروح الرياضيه اتحطت بضوابط محكمه ممتازه، لكن عوده الجمهور مش القانون بس اللي هيرجعوا الرغبه في الجمهور في العوده للملاعب، وان الجماهير تروح تشجع الكوره بس، لكن الضوابط دي هتحد من المشاكل بنسبه عاليه جدا جدا جدا. الالتراس اتحط قواعد لانشاء الروابط الرياضيه وروابط المشجعين. القواعد دي القواعد اللي معمول بيها في العالم كله. يعني نفس القواعد اللي معمول بيها في المانيا وفي فرنسا وفي انجلترا هي بالظبط اللي محطوطه هنا. حضرتك القانون ده قانون طيع وقانون شفاف وقانون هيتمشى مع الزمن، لان في اي وقت من الاوقات النادي بيجد مشكله يقدر يدعو الى جمعيه عموميه غير عاديه تغير اللائحه. اوكي. بشكرك سيادة النائب محمد فرج عامر على مجهودك، ودي كانت بعض ملامح القانون.